هذا أوان الشد فاشتد زيا. هذه قضية. القضية الثانية أن هذا البلد منذ عقل بلد له هوية، هذه الهوية المغربية الحاضرة إلى زمنكم هذا، لكن في هذا الزمن بدأت تتعالى أصوات تريد تغيير هذه الهوية. أشمجة فين ما تغيرت يا المغاربة، شيعة مرحبا، ملحدون مرحبا، المهم الهوية تغير. فصارت تتعالى أصوات بالكلام في أشياء لم يكن تنتطح فيها الأعنوز، ليست أصوات تتعالى في مسائل خلافية، لا هذه يجوز أم لا يجوز هذه، لا، مسائل لم يكن الناس يتحدثون فيها، عجائز النظر عارفينها قياسا على عجائز نيسابور، والآن فيها الكلام. أجيسي في الحقيقة يجب أن نعيد النظر في الإرث ليكون للذكر مثل الأنثى. منذ متى كان الناس تتكلم فيها؟ منذ متى كان الإناث قال؟ لما قالوا الإناث أجا سيدي رحنا ما عجبنيش الحال وبغينا نبقى أنا وخويا بحال بحال، وبالعكس أنا كاع كنت تنتلف بأكثر من خويا، خويا مسخوط ما با يداي عليه، ومني ما تبا خويا ياخذ جوج حقوق وناخذ حق، لا أنا خصني ناخذ ثلاثة الحقوق كاع خويا ما ياخذ والو. متى كان هذا الكلام يذكر؟ ما كان أصلا آباؤنا الذين انحدرنا من أصلابهم يظنون، يقع في خلدهم أن في المغرب ربما يتعالى هذا الصوت الذي يريد أن يقسم الكتاب في ظهره، ما يجيكش الأطراف، كما قال الأول لما بدأت الأندلس تسقط قام صاح شاعر قال يا أهل أندلس هبوا مطيكم فما المقام بها إلا من الغلط، فالثوب ينسل من أطرافه وأرى ثوب الجزيرة منسولا من الوسط. إلى تقبلت لك الجلابة من 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 من, من جليلها تعال غادي تتنيها غادي تفتفرجها غادي تغدى عليك باش غادي تلبسها، تقبلت لك من هنا من الوسط شو دير فيها؟ قالت له هكذا ثوب الجزيرة نسل من الوسط، هكذا هؤلاء يصنعون، علاش غادي نبقاو حنا نتعطلوا اجيك نجيو نيشان. الطلاق ثلاثة المرات من جابوها؟ الزنا هذا ماشي زنا، هذه حلال هذه حلال، أمور ما أظن أن إبليس كان يقول أنا خصني نرمي بين هذا الأقدام. لكن هذه الأصوات لا يطفئها إلا طلبة العلم، ويطفئونها بالعلم ويردونها بالعلم ويدفعونها بالعلم، بالعلم المتين، بالأخذ القوي. هذا الأخذ الهلهل هذا ضره أكثر من نفعه. المتهلهل في الطلبة، المتهلهل مترهل منين ما شديتي تترخالك من شي جهة ما واقفش، هذاك ما يدافعش على الإسلام، حسن دفاع على الإسلام هو يدخل سوق راسه يتفرق مع الإسلام، هذا هو دفاع عليه، لأنك ستدافع عنه فتضره أكثر من هذاك من ذاك العدو الحريص على الهدم، فعلك أنت سيهدم أكثر. فلذلك أقول لكم هذه الأصوات تتعالى، والمشكل أنه قل من يرد عليها، بل صارت تستنكر لكثرة ما اعتادت أن تقول فلا يقال لها، صارت تستنكر إن قالت فقيل لها. كنت تعجب كيفاش أنت تجاوبني أنا تنقول المرأة خصها تطلق، يا سيدي المرأة تطلق واش فيها، والمرأة ماشي ضروري مؤسسة الزواج ماشي ضروري، والمرأة حتى هي اللي تجيب الولد من الزنا ما تسمىش زانية وحتى هي يكون عندها الحق. وإلا قلتي لي هذا الشيء حرام نقول لك شكون أنت أنت وليت تهضر معايا، ياك أنت ديما كيساكت أنا تنقول وأنت ساكت، لا دابا أنا بغيت نقول وعندي ما نقول وبجهد الله غادي نسكتك. بالعلم يا إخواني، ما بالدابيز ما بالدرع، بالآداب وبالصواب، داك السم البارد ديالك هو العلم، هو العلم.